نعم. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لوقت صلاة ركعتين الضحى. صلاة صلاة ركعتين الضحى. صلاة ركعتين الضحى. يعني حين وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لكن كل هذا الوقت وقت الله، أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت.